الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله الذي اصطفى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أما بعد، ضمن سلسلة دروس التوحيد للشيخ سليمان بن محمد الهيميد، فهذا هو الشريط 31 والأخير من هذه السلسلة. نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح. السلام على نبينا محمد. أما بعد أيها الأخوة، فضمن دروس كتاب التوحيد فهذا هو الدرس 31 ضمن هذه الدروس، وهو الدرس الأخير. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا بخير وأن يتقبل منا العلم والعمل. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، والذمة هي العهد، وسمي بذلك أنه يلتزم به كما يلتزم صاحب الدين بدينه في ذمته. المقصود من هذه الترجمة التنبيه على الوفاء بالعهود، وأن الوفاء بالعهود تعظيم لله، وعدم الوفاء بها تعظيم، عدم تعظيم الله فهو قدح في التوحيد. ثم ذكر قول الله عز وجل: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد تأكيدها. يقول ابن كثير: وهذا مما أمر الله سبحانه وتعالى به، وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة. ولهذا قال: ولا تنقضوا الأيمان بعد تأكيدها. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، الجملة حالية فائدتها التوبيخ على نقض العهد واليمين. يعني كيف تنقضون وقد جعلتم الله كفيلا؟ وجعل الله كفيلا، الإنسان إذا عاهد غيره كما أعاهدك بالله، أي أنه جعل الله عليه كفيلا. يعني حينما يقول أعاهدك بالله كأنه جعل الله كفيل، كيف ينقض؟ إن الله يعلم ما تفعلون، تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها. فالآية دلت على تحريم نقض الأيمان بعد توكيدها، لأن نقض العهد دليل على عدم تعظيم الله، وهذا منافي للتوحيد ما أكثره في هذا الزمان، خاصة في قضية الديون وحقوق الناس. يقول سآخر الشهر أو الفترة المؤقتة أو بعد شهر أو شهرين ولا يوفون بعهد الله. فيستفاد من الآية وجوب الوفاء بالعهد، وفيه شمول علم الله عز وجل، وفيه تحريم نقض العهود. ثم ذكر حديث بريدة الطويل قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، واخبرهم أنهم إذا فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفي شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن أو أن تخفروا ضم التاء، تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن انزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم. بريدة بن الحصيب، وقد سبق معنا، كان إذا أمر أميرا أي جعله أميرا على جيش سرية، والسرية هي الجيش الخيل اللي تبلغ 400، والجيش ما كان أكثر منك، أو صح يعني بيّن له وأخبره، والوصية تكون عشيا فيه اهتمام، أو صح بتقوى الله وهي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وبمن معه من المسلمين خيرا، يعني يفعل معهم الخير، يرفق بهم، يحسن إليهم، يسلك الطرق اليسيرة، يعني ما في خير لهم. أغزوا بسم الله، يعني على بركة الله مستعين بالله، قاتلوا من كفر بالله، جميع من كفر الله. يستثنى ماذا؟ كما سبق معنا بالفقه، من له عهد والرهبان والنساء، والنساء ولا تغلوا. الغلول هو الخيانة في المغنم، وهو أن يكتب شيئا من الغنيمة، وهو من كبار الذنوب السابق، ومن يغل ليأتي في مغلة يوم القيامة. ولا تغدروا هي الخيانة، ولا تمثل التشبيه والتمثيل بالقتيل قطع أنفه أو أذنه، وسبق معنا بالفقه أنه جائز إذا فعل بنا العدو، فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم.
الغنيمة هي ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال، والفي ما أخذ من مال كافر بحق الكفر بدون قتال، والجزية ما يؤخذ من أهل الذمة على وجه الصغار كل عام بدلا من قتلهم وإقامتهم بدل المسلمين. قال: ذمة الله وذمة نبيه. الذمة هنا عقد الصلح والهدنة والمهادنة، تخفر بضم التاء وسكون الخاء تنقض عهودكم. فما الجواب الحديث واضح، فيذكر لنا الصحابي ما كان يفعله النبي عندما يرسل الجيوش والسرايا للقتال في سبيله، يوصيهم بالخير وبطاعة الله عز وجل، ويأمرهم بالشروع في الغزو مستعين بالله، وينهاهم عن الخيانة والأخذ من المغانم إلى آخرها. إلى أن قال: وكان يوصيهم إذا أنه إذا طلب الكفار منهم أن يجعل لهم عهد الله وعهد نبيه ألا يجعل لهم ذلك، ولكن يجعل لهم عهدهم هم، فإن نقض عهد الله وعهد رسوله أعظم جرما من نقض عهودهم. وإذا طلبوا منهم النزوع لحكم الله فلا يجوميهم، فلا يجيبوهم، بل ينزلونهم على حكمهم هم واجتهادهم، خشية ألا يصيبوا حكم الله فينسبوا إلى الله ما هو خطأ. فمناسبة الحديث، دل الحديث على وجوب حفظ ذمة الله وذمة نبيه عن النقص، لأن نقص ذمة الله استخفافا، وذلك استخفافا به، وذلك مناف للتوحيد. وفيه هذا الحديث النهي عن إعطاء ذمة الله وذمة رسول الكفار، خشية عدم الوفاء بذلك فتكون الجريمة عظيمة، ويكون ذلك هضما لعهد الله ونقصا في التوحيد. اعتقد واضح وجه الشاهد. فيستفاد من الحديث مشروعية بعث السرايا والجيوش للجهاد في سبيل الله، ان الصحابة من شدة محبتهم للنبي كانوا ينفذون وصاياه بغبطة وفرحة وفرح وسرور. كان اول ما يوصي به النبي اصحابه وتقوى الله. ومن الفوائد وصاية القائد بأن يتق الله فيمن معه فلا يستغل سلطته عليهم، وفيها تصحيح النية وسلامة القوية بأن تكون غزوته مقصودا بها وجه الله عز وجل، وفيها أن الهدف من الجهاد قتال الكفار ليدخلوا في الإسلام، وفيه تحريم الغلول وأنه من الكبائر وسبق، وتحريم الغدر، وتحريم التمثيل في القتل، وسبق معنا بالفقه أنه جائز إذا مثلوا بنا، وفيه النهي عن قتل الصبيان ومن هم دون البلوغ، وفيها وجوب دعوة العدو المشرك إلى ثلاث خصال وهي الإسلام أو الجزية أو القتال. من فائده على قائد الجيش إذا عقد عهدا مع المشركين لا يجعل بينه وبينهم عهد الله، بل يجعل عهده خاص. وأيضا إذا أراد قائد الجيش إنزال العدو على حكم فليكن على حكمه هو واجتهاده، وليس على حكم الله. هذا الحديث فيه آداب والحروب الإسلامية والجهاد في سبيل الله، وقد سبق هذا الحديث في الباب في فقه الجهاد، و سبقت أبحاثه وأداب القتال. وفيه أن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ. ثم ننتقل الباب الذي يليه، وهو الباب باب ما جاء في الإقسام على الله. ما الإقسام على الله؟ أن تحلف على الله أن يفعل كذا ولا، مثل قول والله العظيم يا رب لا ينزل مطر، والله العظيم ما يكون كذا، ما يجوز، خطر. ولذلك جاء حكمه في حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال: الله من الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحفظت عملك، رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائد رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرة. المؤلف أتى بهذا الباب يبين الإقسام على الله إذا كان على وجه الحجر على الله والعجب فهو منافي للتوحيد، سوء أدب. ما الذي يتألى يحلف على الله؟ فقال الله والله لا يغفر، فقال هذا الرجل والله لا يغفر الله لفلان. جاء في رواية أبي هريرة أنه رجل عابد، والباحث عليه أنه قال هذا الكلام شيئين، أول من جهة ما في نفسه من الكبر عابد فيعتقد أنه يعني شيء كبير فجاءوا التعاظم الكبير. الثاني من جهة احتقاره للشخص بأنه مذنب عاص، فدل الحديث على تحريم الإقسام على الله لأن ذلك هضم لحقوق الربوبية والإلهية ومنافي للتوحيد. يقول الشيخ محمد في حكم الإقسام على الله ينقسم إلى قسمين، مثل أن يقول والله لا يكون كذا وكذا، أو والله لا يكون غدا كذا وكذا. أولا أن يكون الحامل عليه قوة ثقته بالله عز وجل، قوة إيمانه مع اعترافه بضعفه
هذا جائز يدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبر. الله قصة يعني أنس بن النضر حينما كسرت أخته الربيع سنا لجارية فطالب أهله بالقصاص فأبوا فعرضوا الأرش فأبوا فطلبوا أهل الجارية طلبوا القصاص فطلبوا إليهم الأب فأبوا فعرضوا الأرش فأبوا فأتوا سلم فأبوا إلا القصاص فأمر النبي بالقصاص فقال أنس أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال سلم يا أنس كتاب الله القصاص فرضي القوم فعفوا وقال النبي إن من عباد الله من لا أقسم على الله لا أبرأ. النوع الثاني من الأقسام على الله هو ما كان الحامل عليه الغرور والإعجاب هذا عياذ بالله محرم وقد يكون محبط بالعمل ودليل ذلك حديث الباب حديث جندب. فمن فوائد الحديث تحريم التألي على الله وفيه إثبات صفة القول على وجه يليق صفة القول لله على يليق بجلاله ويدل على ذلك حديث يا آدم أخرج بعث النار هذا دليل على قول الله عز وجل وجوب التأدب مع الله في الأقوال والأحوال وفيه بيان سعة فضل الله وفيه الأعمال بالخواتيم وفيه قد يغفل للشخص بسبب غيره وفيه تحريم تحجر فضل الله ورحمته وفيه أنه قد يحبط العمل من أجل كلمة وهذا في خطر اللسان وسبق معنا مرارا وذكرنا لكم ما يدل على ذلك. ثم ننتقل الباب الخامس والستون وهو باب لا يستشفى بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاء العيال وهلكت الأموال فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال النبي ويحك أتدري ما الله إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. رواه الحديث. المؤلف جاء بهذا الحديث لماذا؟ يبين تحريم الاستشفاع بالله على خلقه لأنه هضم للربوبية وقد حفي في توحيد العبد. لأن المعروف أن الشافع يشفع عند من هو أعلى منه والله منزع عن ذلك فلا يستشفع بالله على خلقه. يعني ما يجوز أبدا أن آجي الرسول وأقول اشفع أقول يعني مثلا أشفع الله عند الرسول أعوذ بالله ما يجوز الله أعظم من ذلك. فهذا عربي جاء إلى النبي وإعرابي هو نسبة يسكن في البادية فقال نهكت الأنفس أي ضعفت فاستسقي لربك اطلب لنا السقيا وهو المطر فإنا نستشفع بالله عليك. أي أن الإعرابي يريد بجهله أن يجعل الله شفيعا للرسول يعني الرسول هو الشفيع يشفع عند الرسول وهذا هو وجه الشاهد من الحديث وهذا لا يجوز حرام لأن الاستشفاع بالله على خلقه تنقص لله لأنه جعل مرتبة الله أدنى من مرتبة المشفوع إليه. فقال إذا قال النبي ماذا ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد لأنه تعالى رب كل شيء ومليك والخير كله بيده ولا مانع لما أعطى ولا معطي لمنع. ولهذا أنكر على الأعرابي قوله هذا وسبح الله كثيرا وعظمه لأن هذا قول لا يليق بالله عز وجل إن شأن الله أعظم من ذلك. فيستفاد من الحديث تحريم الاستشفاع بالله على أحد من خلقه لأنه تنقص لجلاله وعظمته وحط من مكانته وذلك مناف للتوحيد. واضح يعني الاقسام على أو الاستشفاع بالله على خلقه مثل قول هذا العربي فإننا نشفع بالله عليك ما يجوز وحرام فإنا نستشفع بالله عليه هذا ما يجوز حرام. فمن فوائد الحديث جواز طلب الدعاء من الأحياء وتحريم السقيا من غير الله وفيه مشروعية الدعاء وإثبات نفعه وفيه مضار الجهل فإن أعرابي جاهل على مضار الجهل قد ذكرنا لكم قول ابن القيم مضار الجهل. وفيه وجوب تنزيل الله عما لا يليق بجلاله من نقص أو عيب أو مثل المخلوق وفيه تحريم الاستشفاع بالله على أحد من خلقه. ثم ننتقل للباب الذي يليه باب ما جاء في حماية المصطفى حمى التوحيد وسده طرق الشرك. سيذكر مؤلف حديثين يبين فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسد كل طريق يؤدي إلى الشرك أي وسيلة تؤدي شيء سدها مثل حديث عبد الله بن الشخير قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى فقلنا وأكبرنا فضلا وأعظمنا طولا فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان رواه
أبو داود. وذكر الحديث الثاني عن أنس أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. فمناسبة الباب لكتاب التوحيد هي أراد أن يبين أن التوحيد لا يتم إلا بتجنب كل قول يفضي الغلو في الصالحين ويخشى من الوقوع في الشرك. فحمل النبي عليه الصلاة والسلام التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد وينقص، وهذا كثير في السنة. المؤلف رحمه الله ذكر حديثين ومن الأحاديث لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله، وأيضا من الأحاديث إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. إذن هذه أربع أدلة تبين النبي كان يسد أي طريق يؤدي إلى نقص التوحيد أو إلى اضمحلاله وذهابه. في هذا الحديث نهاهم أن يقولوا أنت سيدنا، مع أنه سبق أنه يجوز أن نقول الإنسان سيد إذا كان سيد مثل على دار أو على بيت، يجوز ما في بأس. سيد يعني سيادة نسبية ما فيها بأس إذا كان أهل السيادة، إلا المنافق لا يجوز. هنا نهاهم لماذا؟ لأنهم قد يؤدي إلى الغلو، لأنهم قالوا أفضلنا وأحسننا، وإذا قال لا يستجينكم الشيطان فكره النبي أن واجهوه بالمدح وخاف عليهم من الغلو، وخاف عليهم من الغلو فنهى الباب وقال سيده الله. ولا السيد يجوز أن يطلق على غير الله سيادة معروفة نسبية. فحماية المصطفى، حماية المصطفى نهاهم تأدبا مع الله، نهاهم لماذا النبي؟ تأدبا مع الله وحماية للتوحيد. نعم. ف ولذا وما يدل على الجواز قوموا إلى سيدكم، حديث مرت معنا قوموا إلى سيدكم، أنا سيد بني أنا سيد ولد آدم الفخر. فأما النهي لا تقولوا فقيل يحمل على الكراهة، وقيل أنه إذا خشي مفسده وهي تدرج الغلف فينهى، وهذا قول الصحيح، هذا قول الصحيح. ومن ذلك حديث الباب، فإن النبي نهاهم أن يقولوا قال السيد الله، نعم أن يقول أنت سيد. لماذا؟ لأنه خاف أن يجر إلى الغلو، لأنهم قالوا أنت سيدنا وأنت وأنت، لكن الجواز ولا بأس بذلك، والدليل قوموا إلى سيدكم. وسيادة لله مطلقة، سيادة كاملة. أما سيادة ابن آدم والبشر نسبية، سيد على المدرسة، سيد على البيت أو على الدولة. فمناسبة الحديث الباب أن فيه الحديثين، الحديث هو الثاني أن فيه أنه يجب حماية التوحيد من شوائب الشرك ووسائله. نعم. ومن ذلك الألفاظ، حتى في الألفاظ. فمما يستفاد من الحديث ومن ذلك أن النبي نهى عن مدحه بالسيد، مع أنه سيد ويقول أنا سيد ولد آدم، كل خشية من الغلو المفضي للشرك. ولا النبي سيد ومع ذلك لا تقولوا، انهم خافوا في هذه اللحظة ان يغلوا. نعم. فمن فوائد الحديث جواز اطلاق لفظ السيد على الله وانه من اسماء الله، ما دام الحديث صحيح فاذا السيد من اسماء الله. وفيه تحريم الغلو في النبي وانه طريق الى الشرك، وفيه عظم قدر النبي في نفوس أصحابه، وفيه أن الغلو مطية الشيطان، وفيه بيان منزلة الرسول وهي وصفه بالعبودية والرسالة، وفيه تحريم رفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته، وفيه النهي عن التكلف في الألفاظ وأنه ينبغي الاقتصاد في المقال، وفيه وهو حماية التوحيد عما يخل به من الأقوال و الأعمال. وفي تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وأنه عبد الله ورسوله، ليس له من الأمر شيء والأمر كله بيد الله. وفيه التحذير من كيد الشيطان، لا يستهوينكم الشيطان. ثم ننتقل الباب الأخير وهو باب قول الله عز وجل، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى أما يشركون. فسيذكر مؤلف الآثار والأحاديث تدل على هذه الآية، وما قدر الله حق قدره. ختم المصنف كما يقول الشيخ السعدي كتابه بهذه الترجمة، وذكر النصوص الدالة على عظمة الله عز وجل وأنه الحق وما سواه باطل. وما قدر الله حق قدره إلى آخر الآية. قال ابن كثير يقول تعالى ما قدر المشركون الله حق قدره حتى عبدوا معه غيره، أصنام حقيرة تمر جدار يعبد مع الله سبحان الله، وهو العظيم الذي لا أعظم منه.
القادر على كل شيء، المالك لكل شيء، وكل شيء تحت قهره وقوته. ومن قدرته الأرض جميعا قبضته، سبحان الله. سيذكر المؤلف هنا نصوص تبين عظمة الله. الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى ما يشتكون. فدلت الآية على وجوب تعظيم الله، حق تعظيمه، وتعظيمه وتوحيده وتنزيهه عن الشرك. فيستفاد من الآية أن من لم يعظم الله حق تعظيمه لم يعظم الله حق تعظيم من عبد معه غيره، وفيه وجوب تعظيم الله وتنزيهه مما لا يليق به. وعن ابن مسعود قال: جاء حفر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد إن نجد أن الله يجعل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر على أصبع والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره. وفي رواية مسلم: والجبال والشجر على أصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك أنا الله. وفي رواية البخاري: يجعل السماوات على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع، أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذون بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون؟ وروي عند عباس قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يدي أحدكم. نعم، هذا الحديث الحبار جمع حبر وهو عالم اليهود. قال: إن نجد، أي في التوراة، أن الله يجعل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع، والثرى كل شيء مبتل، ولعله يراد به هنا الأرض. نواجذه جمع ناجد، وهي أقصى الأضراس، وقيل الأنياب. يهزهن يعني هز شيء تحريكه، كخردلة هي حبة صغيرة جدا. فمناسبة حديث الباب، دل الحديث على وجوب تعظيم الله، وتعظيمه هو توحيده وتنزيهه عن الشرك. يعني لما أعمال عظيمة، سبحان الله، عظمة الله وقدرته. ذكر الحبر أمورا تدل على عظمة الله: السماوات على أصبع، والشجر على أصبع، والماء على أصبع، والثرى على أصبع، سائر الخلق على أصبع. وفي رواية مسلم: من دليل عظمة الله أن الأراضين على عظمها قبضته يوم القيامة، والسماوات على عظمها مطويات بيمينه يوم القيامة. فهذه الأحاديث ذكرها المؤلف تدل على ذكاء المؤلف، لماذا ذكر أدلة تدل لكل مسلم عاقل على عظمة الله عز وجل وعظيم قدرته وعظيم مخلوقاته. وقد تعرف سبحانه إلى عباده بصفات وعجائب مخلوقاته، وبهذا تعرف كمال قدرته سبحانه وتعالى، وهو المعبود وحده لا شريك له. فكيف يعبد معه غيره؟ وكيف يشرك معه غيره سبحانه وتعالى؟ وفيها من فوائد الحديث بيان عظمة الله سبحانه وصغر المخلوقات بالنسبة إليه، وفيه أن من أشرك به سبحانه لم يقدره حق قدره. وفيه إثبات الأصبع لله عز وجل، وهي أصبع حقيقية تليق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل. الحديث الباب والحديث المشهور: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، حديث عبد الله بن عمر في قول النبي: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن في قلب واحد صرفه كيف يشاء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صلِّ في القلوب، صلِّ قلوبنا على طاعتك. وفيها اتفاق اليهودية والإسلام في إثبات الأصابع لله عز وجل على ما يليق به. وفيها إثبات اسم الملك لله متضمنا الملك. وفيها إثبات أن الله يدين حقيقتين، يمين وشمال. في رواية مسلم ماذا قال؟ ثم يقول: ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله. نعم. وفيه تحريم الكبر والتجبر، وفيه إثبات الأراضين السبع، قد دل على القول: والذي الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن. وفيها إثبات صفة القول لله. وفي الحديث الضحك، الضحك سبب لا ينافي الأدب، الضحك سبب ما ينافي الأدب، كما ضحك النبي تصديقا للحبر العالم، وجوب قبول الحق مهما كان مصدره. هذا يهودي. قوله في الحديث: ثم يأخذون بشماله، هناك حديث يقول: وكلتا يديه يمين، المقصدون على منابع من النور على يمين الرحمن وكتير. فما هو الجمع؟ قال بعضهم ان قوله ثم ياخذهن بشمال ضعيف، ارجو معرفة الجواب. ثم ياخذهن بشماله اللي هنا معنى قالوا ضعيفة. وقال بعضهم، ومنه الشيخ محمد هنا ذكرته، قال: لا منافاة،
لأن المعنى أن اليد الأخرى ليست كيد الشمال بالنسبة للمخلوق ناقص عن يد اليمنى، فقال كلتا يديه يمين أي ليس فيهما نقص. فلما كان الوهم ربما يذهب إلى إثبات الشمال يعني النقص في هذه اليد دون الأخرى، قال كلتا يديه يمين. وعلى كل حال في يديه سبحانه وتعالى بلا شك الواحد غير الأولى، ابن آدم يسرى أنقص من اليمنى. فالله معنى كلام الشيخ محمد ان كلتا يديه يمين، ان الله عز وجل له يد شمال لكن الشمال كاليمين، كلتا يديه يمين لا نقص فيهما. لانه قد يتوهم واحد يقول اذا له يد شمال اذا الشمال معروف انها انقص من اليمين، نقول لا، هذا الجمع الثاني. فرجوا حفظه وفهمه. وحديث ابن عباس يدل على عظمة الله عز وجل حيث يقال ما السماوات السبع، هل المخلوقات العظيمة الأراضين السبع في كف الرحمن لك خردلة في يد أحدكم. والخردلة حبة صغيرة جدا، فهذا يدل على عظمة الله عز وجل. وقال ابن جرير حدثني يونس أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال وقال أبو ذر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. الترس القاع المستدير المتسع، فلات الصحراء الواسعة. فهذا يبين بهذه الآثار عظمة الله عز وجل. فأثر ابن عباس يخبر فيه أن نسبة السماوات والأرض مع عظمهم إلى كف الرحمن كنسبة الخردلة الصغيرة إلى كف أحدنا، وذلك تشبيه بالنسبة للنسبة وليس تشبيها للكف بالكف، لأن الله لا يشبهه شيء ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. ففي إثبات الكف لله على وجه الذي بجلاله. وفي أن السماوات السبع وهذا جاء صريح في القرآن، وفي إثبات الكرسي وأنه مخلوق عظيم، وفي إثبات العرش، وفيه عظمة الله تبارك وتعالى. وهذا الكرسي العظيم قال فيه ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلا سبحان الله. فدل كل من الحديثين على وجوب تعظيم الله وتعظيمه وتوحيده وتنزيهه عن الشرك. وفيه إثبات العرش كما قال تعالى وأنه حق بالعرش المجيد رفيع الدرجات العرش الرحمن عرش استوى. وفي دعاء الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم إلى آخره. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين أذنيه لعاتقي مسيرة 700 عام. وفيه إثبات الكرسي وهو حق، قد قال تعالى وسع كرسيه. وقد قيل الكرسي يعني علمه، هذا ليس صحيح، الكرسي موضع القدمين كما قال ابن عباس، الكرسي موضع القدمين. ثم ذكر المصنف رحمه الله آخر حديثين. وعن ابن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زيد عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال والحافظ الذهبي قال وله طرق. وعن عباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينه مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلى كما بين السماء والأرض والله فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم سبحانه وتعالى. رواه أبو داود. سبحان الله. فهذه الآثار ذكرها المؤلف رحمه الله لتعظيم الله عز وجل. فيخبر صلى الله عليه وسلم المخلوقات العلوية من حيث عظمتها وسعتها وتباعد ما بين أجرامها، فيخبر أن السماوات سبع طباق بعضها فوق بعض، وأن المسافة مسافة ارتفاع الأرض مسيرة 500 عام، بين كل سماء والتي تليها 500 عام، وسمك كل سماء مسيرة 500 عام، وفوق السماء الكرسي وفوق الكرسي البحر بينه وبينه مسيرة 500 عام، وعمق البحر كما بين السماء والأرض، وفوق البحر العرش والله فوق العرش ولا يخفى عليه شيء من عمل بني آدم سبحانه وتعالى. سبحان الله. فمناسبة هذين الحديثين بيان عظمة الله وقدرته الباهرة العظيمة وعلوه على مخلوقاته وعلمه بأحوالهم. فيستفاد من الحديثين
ذكر المسافة بين كل سماء وسماء وبين السماء السابعة والكرسي وبين الكرسي والماء وأن مقدار 500 عام، إثبات الكرسي والعرش والماء الذي فوق العرش، وفيها إثبات صفة العلو بجميع أنواعه. وكما قال شيخ الإسلام هذا كتاب الله من أول إلى آخره، وكلام الصحابة دل على أن الله فوق كل شيء وأنه فوق العرش، فوق السماوات مستوٍ العرش. والأدلة كثيرة، وهو القاهر فوق عباده وهو العلي العظيم. أأمنتم من في السماء يدبر الأمر من السماء إلى الأرض؟ قد ذكرنا أدلة كثيرة على علو الله عز وجل. وفيه إثبات أن السماوات إجرام لها سمت، وفيها إحاطة علم الله بكل شيء، فدلت هذه الأحاديث على وجوب تعظيم الله وتعظيمه وتوحيده وتنزيهه عن الشرك. وفيه إثبات علم الله المحيط بكل شيء مع علوه فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى. وفيها مشروعية بيان هذه الحقائق العظيمة للناس ليعرفوا عظمة الله وقدرته، فلا يعصوه ويعظموه، ولا يخافون من دول، ولا يخافون من أحد أبدا. ولذلك قال بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى من أعظم من عصيت. قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال ابن عباس: ما لكم لا تعظمون الله حق تعظيمه، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. نعم الإنسان سبحان الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. فالله عز وجل كما قال النبي: أطت السماء مخلوقات عظيمة، ماذا أنت ابن آدم الضعيف المسكين، أطت السماء حق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا ملك ساجد أو ملك راكع. نسأل الله عز وجل أيها الإخوة في ختام هذا الدرس أن يبارك لي ولكم، وأن يرزقنا العلم والعمل. فيا أخي الحبيب، وأيضا يا أخي المسلم يا من تسمعني، لا تبخل علي بدعوة بظهر الغيب، وأن تسامحني عن سوء التحضير فهذا الجهد. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا، فقد عشنا سنة أو سنتين مع هذا الكتاب العظيم بالتوحيد والعقيدة، نعرف التوحيد وما يناقضه من الشرك الذي للأسف أصبح التوحيد من أعظم الأمور. يجب على كل مسلم أن يتعلم مسألة التوحيد، فالعقيدة تضرب يوميا وتهان يوميا حتى من يدعي الالتزام والمشيخة والعلم. لذلك لزام علينا نتعرف التوحيد ونعرف الشرك حتى لا نقع فيه. فنختم هذا الدرس، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولكم على الاستمرار وعدم الانقطاع، فالاستمرار هو البركة. فالحمد لله أولا وأخيرا انتهينا من هذا الكتاب 67 باب أو 68 باب، كانت دروس جميلة، نعرف الباب وبعض فوائد لما يتعلق بالباب، فوائد يعرف الإنسان الحديث ومعناه، يعرف دين الله عز وجل ويعرف التوحيد. فنسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم. اللهم تقبل منا، اللهم اختم لنا بخير، اللهم اجعلنا من أهل العقيدة الصافية، اللهم اجعلنا من أهل التوحيد، ووفقني الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أوصيكم بالعلم والتعليم أيها الإخوة. ونختم صلى الله وسلم على نبينا محمد: ولا تبخلوا علي بدعوة، حتى أنت يا من تسمعني لا تبخل علي بدعوة، وأن تعذرني عن سوء التحضير كما قلت. المقصود هو كما قلنا تدارس العلم، نستفيد من بعض، الإنسان يستفيد من بعض. والله أعلم.